يا اهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، واولى حلقات حصاد اولمبياد باريس 2024. المتعه والاثاره كلها وكل المعلومات والكواليس هنا في القاهره باريس. تابعنا كلنا منافسات يوم السبت واللي كان فيها يعني اخفاقات وكان فيها فوز لبعض الالعاب زي مثلا كرة القدم اللي فازت وكمان كرة اليد اللي فازت، ولكن النهارده كان في قصتين هم حديث الساعة. الأولى قصة يمنى عياد الملاكمة المصرية، أول ملاكمة تؤهل لدورة ألعاب أولمبية في تاريخ الملاكمة المصرية. القصة الثانية طبعا زياد السيسي بطلنا والمصنف الأول عالميا في منافسات المبارزة في الصبر أو السيف العربي. القصة الأولى يمنى عياد والميزان وزن يمنى عياد اللي طلع أوفر أو كان عالي وحصل إنها استبعدت طبعا لزيادة الوزن. الموضوع ده ناس كتير اتكلمت فيه وناس كتير قالت كلام مش مظبوط. أولا يمنى عياد ملاكمة تالنت، ملاكمة موهوبة جدا بالفطرة، مقاتلة ليست ملاكمة، مقاتلة بتلعب ملاكمة بالفطرة. شفناها يعني 3 سنين عملت إنجازات كبيرة جدا، من برونزية بحر متوسط لبرونزية أفريقيا لبطولة أفريقيا لبطولة نيلسون مانديلا، فبنت موهوبة. فاللي قال إن يمنى عياد كانت خافت عشان تلعب مع لعبة أوزبكستان، لا، هي لعبت مع الأقوى من كده وفازت على ناس فيهم وخسرت من ناس منهم، ف ده مش حقيقي انها تخافت او هربت من المباراة. اللي اتقال تاني انها كلت، انها وزنت بالليل وزنها مظبوط 54 كيلو واكلت فوزنها زاد. طبعا ده مستحيل، مفيش لاعب مفيش ملاكم في الدنيا بيعمل كده. يمنى عياد يومين صايمة عن الاكل والمية، وانا بتكلم على ده بناء على التجربة الشخصية كملاكم ومدرب. تاني حاجة قالوا ان طلعت تصريحات، معرفش بقى حقيقة ولا لا، من بعض المسؤولين بانها يعني ضحكت على الباسة او المدير الفني وكلت. ده كلام فاضي، ما حصلش، ما كلتش البنت، ما كلتش. واخر حاجة دكتور عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة ونائب رئيس البعثة المصرية في باريس قال بان البنت حصل لها تغيرات فسيولوجية ليلة الميزان، وزنت 54 كيلو وحصلت التغيرات الفسيولوجية اللي بتحصل للبنات ليلة الميزان، فده رفع وزنها. أنا سمعت المداخلات بتاع الدكتور عبد العزيز غنيم وتواصلت مع دكاترة كتير وأكدوا لي إن فعلا بيحصل تغيرات فسيولوجية، لما بيحصل التغير ده للستات أو البنات بيرفع الوزن. ده كلام علمي، إحنا بنتكلم كلام علمي. تمام، بيرفع الوزن. ولكن النقطة اللي عايز أتكلم فيها، الاتحاد أو الجهاز الفني فين من المتابعة الصحية للاعبة؟ هتقول لك دي حاجة خارجة عن إرادتنا، هقول لك لا، تعال بقى حضرتك، أنت طالع بملاكمة يعني قصتها غير الولاد، فالتغير الفسيولوجي لازم يتعرف معاده. طيب هيتغير أو من كذا لكذا أو من 3-4 أيام، في حضرتك حبوب بتتاخد للرياضيات وبياخدوها اللاعبات كلها، مش يعني مش كل الرياضات اللي في الدورة بيجي لهم التغير الفسيولوجي، بيجي لهم، فممكن كانت تاخد الحبوب دي عشان تأخر التغير الفسيولوجي أثناء مشاركتها في أولمبياد باريس. ده حلول. طيب أين الدكاترة؟ أين الدكاترة اللي مشرفين على كده؟ ما احنا المسؤولية يمنى ما تشيلش مسؤولية الملاكم لأنه بيبذل قصارى جهده. حاجة تانية بقى عايز أتكلم فيها، يمنى عياد بعد بطولة نيلسون مانديلا خدت فيها أول بطلة كبيرة، كان بعدت شوية أو المعسكر كانت بره المعسكر شوية أو ما شابه ذلك، وزنها رفع ل 67 كيلو جرام، يعني رفع 12 كيلو قبل الأولمبياد. الكلام ده أنا مسؤول عنه ومن
بق المدير الفني او مدرب بتاعها في دمياط كابتن وائل فهر، ان تم استدعاء الكابتن وائل فهر لان المدربين مش عارفين يتعاملوا مع ميزان يمنى. وجه فعلا الكابتن وائل اسبوع مع يمنى عياد في المركز الاولمبي، خسسها وقربها من الوزن شويه. جت لجنه المنشطات كانت عايزه تعمل او تاخد عينه من يمنى وخلوها تشرب ميه علشان تقدر او يقدر ياخدوا العينه، فوزنها زاد. طيب بقى لها تقريبا داخلين على 4 5 ايام في القريه الاولمبيه، متابعه الوزن مع انا بقول وجهه نظر يعني او الواقع يعني وجهه النظر اللي بتقول ان انت في القريه الاولمبيه انت متابع الميزان صح ولا لا، متابع مواعيد التغير الفسيولوجي للملاكمه ولا لا. احنا ما عندناش في البعثه غير يمنى عياد بنت بس، لا عندنا بنات كتير، فاكيد في متابعه للموضوع ده. بنتكلم كلام علمي، في متابعه للموضوع ده، لان مش كل يعني معلش احنا لو كده بقى كل اللي هيحصل اخفاق يقول لك اصل كان في تغيرات فسيولوجيه. اولا البنت لا تتحمل مسؤوليه ابدا، واحنا مع اللاعبين الجهاز الفني والاتحاد او رئيس الاتحاد يتحملوا المسؤوليه. وفعلا الدكتور عبد العزيز غنيم بكل جراءه وبكل قوه مع زميلنا محمد فؤاد في ملعب الابطال قال له انا اللي اتحمل المسؤوليه، لان فعلا في مسؤوليه المتابعه الصحيه للاعبين وخصوصا البنات. انا رايح منتخب مصر للملاكمه، انا معايا بنات واولاد، على الاقل يكون معايا 6 دكتوره مدربه. كابتن سعيد حسن الله يديه الصحه مش هيتابع كل ده برضو يعني، فدي الفكره. فكرة انا بتكلم لان انا واحد من ابناء اللعبة ودربنا بنات وبنعرف المواعيد وبنعرف كل حاجة علشان اقدر انافس. هي دي المشكلة. هتقول لي التغير الفسيولوجي بيعلي الوزن عند الستات، في اقول لك حصل طبيا انت معاك حق، والله اعلم والله اعلم، ولكن يمنى عياد اللي اتقال عنها في الاول ان البنت غفلت الجهاز الفني وكلت، ما حصلش. يومين صايمه ميه واكل، ودي مصيبه الملاكمه، التخسيس بدون وعي. لما بنت تكون 67 كيلو تنزل ل 54 كيلو، اولا ده بيعمل خلل في الهرمونات، والدكاتره اللي بيسمعوني لو بقول حاجه غلط يقولوا لي انت راجل غلطان. ده بيحصل خلل في الهرمونات، فنتيجه ده حصل ده. يمنى عياد كانت بتلعب وزن 57 كيلو. لما جت دورة البحر المتوسط مفيش وزن 57، في 54 نزلوها عشان تروح وتعملت ميدالية. بنت ب 100 راجل عملت ميدالية. فالفكرة إن برضو التخسيس الكتير اللي حصل مع البنت هو ده السبب. والتخسيس بدون ترتيب. ده أو دي حكاية يمنى عياد، خلصت ضميري وقلت اللي عندي وده الواقع اللي حصل. وربنا يكرمها في اللي جاي. بطلة كبيرة، ولكن ما تكونش كبش فدا ابدا، لن نسمح. ده لاعبة، نفسية اللاعبة والبنت بالذات. القصة التانية زياد السيسي بطلنا الكبير مصنف الاول عالميا، واللي النهاردة كان كل المصريين بيتشبثوا بالحلم مع زياد السيسي. كان ماشي كويس جدا، وصل لدور الاربعة، دور نصف النهائي مع بطل تونس. حصل حاجة بقى، هل زياد السيسي خرج عن تركيزه؟ وطبعا دموع زياد السيسي عندنا بالدنيا كلها، اعتذاره بالدنيا كلها، هو ما قصرش وعمل اللي عليه وتعب. طيب الفترة ما بين وصوله لدور الأربعة أو بعد ما كسب دور الثمانية ومستني عشان يلعب السيمي فاينل اللي كان تقريبا الساعة 58 دقيقة، في الفترة دي زياد السيسي جات له تليفونات كتير. زياد السيسي جاله فيديو كول من المسؤولين، واحنا واثقين فيك ان انت تجيب ذهب وانت وانت. ده كله ضغط على اللاعب يا جماعه، ده كله والله العظيم ضغط على اللاعب، ضغط نفسي. اين المتخصص في المنتل في السايكولوجي اللي موجود مع البعثه عشان يكلم لاعب زي ده؟ ما تسمعش لحد، اقفل تليفونك، ما تكلمش حد مهما كان. ولو نرجع بالزمن لورا 2012، بطلتنا الكبيره اللي ربنا يشفيها يا رب ويقومها بالسلامه نهله رمضان، لما كانت هي ارقامها اللي تجيب ذهب، اول رفعه ممكن تجيب بيها ذهب، جالها
تليفون واحنا واثقين فيكي وانت الذهب يا نهله وهستناكي في المطار، دخلت وقعت ثلاث محاولات بره الاولمبياد. زياد السيسي في دولار بقى كان ممكن المباراه دي كانت هي اسهل مباراه اصلا عنده من اول يوم، ولكن الضغط اللي حصل من المسؤولين ده اكبر غلط، او من بعض المسؤولين ده اكبر غلط. سياده المسؤول الاداري او مهما كانت او مهما كان وضعك، تمام، لاعب هيلعب على مباراه حساسه ارجوك ما تكلموش معاه مدرب معاه جهاز فني بيتكلموا معاه في التكتيك في التكنيك بتاع اللعبه في الخطه في هعمل ايه ومش هعمل ايه. لما حضرتك تكلمه تقول له هتجيب ذهب، بريشر، ضغط 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 ضغط، بلاش الضغط على لعيبتنا، ابطالنا دول والله العظيم رجاله رجاله. وزياد السيسي ده من ارجل اللاعبين اللي شفتهم وراهنت عليه الدوره اللي فاتت، وكان قريب، ما كانش قريب من البرونز، كان قريب من الذهب، بس لو كنا سبناه يركز ويهدى وما يكلمش حد، ولكن ده اللي حصل. وبنصح لعيبتنا كلهم ما تكلمش حد، ركز في اللي انت فيه، ركز في حلمك وحلم بلدك وحلم ان انت ترفع علم مصر، ما تستناش حد يكلمك ويعمل معاك فيديو كول او يكلمك او لا، ركز في حلمك، في حلمنا احنا كمان. فده كان اللي حصل النهارده، والقصتين اللي كان الناس كلها بتتكلم فيهم احنا اتكلمنا فيهم بمنتهى الشفافيه، واللي حصل وده الواقع. منتخباتنا الجماعيه بقى لسه بتحلم باول ميداليه اولمبيه ان شاء الله في التاريخ. السبت طبعا لعبت ثلاث منتخبات زي ما قلنا حضراتكم، منتخب كره القدم اللي فاز على اوزبكستان في مباراه قويه جدا، ومنتخب كره اليد اللي فاز على العملاق المجري 35-32، وكانت مباراه بدايتها زي ما حضراتكم شايفين كده كانت مباراه يعني ماشيه من طرف واحد، وقدر ابطالنا ان هم يخلصوا المباراه بشكل جيد، ودي كانت البوابه اللي كان بيتكلم عليها باستور. ومنتخب كره الطايره تعثر وخسر امام بولندا بثلاث اشواط بدون رد، ولسه بنحلم طبعا بالميداليه الاولمبيه في الالعاب الجماعيه بصراحه، عشان تكون اول ميداليه في تاريخ مصر في الالعاب الجماعيه. جبنا كل ميدالياتنا 38 ميداليه في الالعاب الفرديه، ولكن ننتظر ان شاء الله حلم الميداليه الاولمبيه في الالعاب الجماعيه. الألعاب الجماعية في باريس، انطلاقة قوية لليد وتعثر الطائرة والقدم يستعيد التوازن. حقق منتخب مصر لكرة اليد انطلاقة قوية في أولى مبارياته بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعدما تغلب على منتخب المغرب بنتيجة 35-32 ضمن مباريات المجموعة الثانية. وقدم المنتخب الوطني مباراة مميزة بقيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس باستور، وفرض سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته، ووصل فارق الأهداف في أوقات من المباراة إلى 8 أهداف لصالح الفراعنة. وعلى الضرب نفسه سار منتخب مصر لكرة القدم بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، بعدما استعاد توازنه بفوز مهم على حساب منتخب أوزبكستان بهدف عن طريق أحمد نبيل كوكا، بعدما اصطدمت به الكرة وسكنت الشباك، ليرفع المنتخب الأولمبي رصيده إلى 4 نقاط ويقترب خطوة من التأهل إلى ربع النهائي. وفي الاتجاه الآخر تعثر منتخب مصر للكرة الطائرة بقيادة الإسباني فرناندو مونزو، بعدما خسر أمام بولندا المصنف الأول عالميا ب3 أشواط دون مقابل، وذلك في أولى مبارياته ضمن مجموعة هي الأصعب على الإطلاق تضم أيضا منتخبي إيطاليا والبرازيل. وتبحث الألعاب الجماعية المصرية عن ميدالية أولمبية تاريخية غير مسبوقة، فهل يتحقق الحلم هذه المرة في باريس؟ نستعرض مع حضراتكم طبعا نتائج يوم السبت. في التجديف عبد الخالق البنا تأهل للدور الربع النهائي بعد منافسه شرسه مع استيفانوس، طبعا صاحب الرقم الاولمبي يعني كان هو المركز الثاني وعبد الخالق كان المركز الثالث، ومن المقرر ان يخوض البنا منافسات ربع النهائي في التجديف الفردي يوم الثلاث 30 يوليو الجاري في تمام الساعه
الحادية عشر وعشر دقائق صباحا بتوقيت القاهرة. بالنسبة للرماية في منافسات العشر أمتار بندقية ضغط هواء مختلط، إبراهيم كريم أو كريم ورماس خليل يحتلان المركز 28. في الرماية العشرة متر بندقية فرق مختلط، مي مجدي ومحمد حمدي عبد القادر يحتلان المركز 11. الرماية مسدس ضغط هواء 10 أمتار سيدات هالة الجهري بتودع طبعا البطولة من التصفيات. في الجودو في وزن 60 كيلوغرام بطلنا يوسف سامي بيودع الدور ال 32 بعد الخسارة من اللاعب أو الجودكا المنغولي أريبوندلد ده طبعا منغولي. وفي السلاح في سيف المبارزة سيدات آية حسين ودعت من دور ال 32 بعد الخسارة أمام بطلة هونج كونج المصنفة الأولى عالميا مان واي فيفيان هونج، وبنتيجه 15-11 في مباراه قويه جدا. ناردين ايهاب ودعت من دور 32 بعد الخساره من بطله فرنسا المصنفه الثانيه عالميا ماري فلورنس، وبنتيجه 15-10. شرويت جابر ايضا خسرت في دور ال 64. ده بالنسبه للمبارزه. في سلاح السيف فردي الرجال طبعا بطلنا زياد السيسي يحقق المركز الرابع، محمد عامر يودع من دور دور الربع النهائي بعد الخساره من الايطالي لوجي ساميلي بنتيجه 15-13. ادهم معتز يودع من دور ال 32 بعد خساره من زميله محمد عامر. ده بالنسبه للسلاح. في تنس الطاوله في الزوج المختلط عمر عصر ودينا مشرف طبعا خسروا في دور ال 16 ب 4-0 من الثنائي الصيني طبعا المصنف الاوائل المصنفين الاوائل على العالم. وفي فرد السيدات هانا جوده بتغادر البطوله طبعا بعد الخساره من او الفردي بعد خساره في دور 64 من الهولنديه بريت ايرلاند المصنفه رقم 74 بنتيجه 4 أشواط مقابل لا شيء. في جمباز الفن رجال عمر العربي ايضا ودع الدور التمهيدي بنتيجه حصوله على المركز 27 من اصل 28 لاعب. في الملاكمه طبعا زي ما اتكلمنا وزن 54 كيلو جرام يمنع عياد ووك اوفر او عدم صعود بسبب زياده الوزن. الفرق الجماعيه في كره اليد مصر تفوز على المجر 35-32. في الكره الطائره مصر تخسر من بولندا 0-3. وفي كره القدم 1-0 فوز على اوزبكستان. وزي ما بقول لحضراتكم دي بدايه، دي ان شاء الله البدايه، لسه الدورة قدامنا كتير، لسه الدورة أنا بقول لحضراتكم الدورة ما بدأتش. لو اتكلمنا كده على اللعبات اللي احنا متفوقين فيها لسه الدورة بتقول يا هادي، فإن شاء الله برضو زي ما كنا بنتكلم في طوكيو نهدى ونصبر وربنا يكرم أبطالنا وبإذن الله ما نضغطش عليهم سواء سوشيال ميديا أو مسؤولين علشان يقدروا إن هم يركزوا علشان يقدروا يحققوا حلمهم وحلمنا احنا. ده علم مصر. دي مصر. علم مصر أهم حاجة في الدنيا عند أي مصري محب للبلد. فعلشان يرتفع علم مصر لازم نركز، لازم نقاتل، لازم نتعب لحد آخر نفس علشان نقدر إن احنا نوصل لمنصات التتويج عشان نشوف علم بلدنا. عشان زي الدورة اللي فاتت زي ما قلت لحضراتكم نصبر وهنسمع النشيد الوطني. أنا بقول لكم الدورة دي إن شاء الله هنسمع النشيد الوطني أكتر من مرة. وخدوا كلامي من دلوقتي زي دورة طوكيو، زي ما حصل في طوكيو وفي ريال اشرف عملتها في اخر يوم في الدوره، وان شاء الله باذن الله ولادنا يعملوها. النهارده يعني بالنسبه للتمسك بالحلم والتمسك بالارض والتمسك باحلام الرياضه عامه، الشعب العاشق للحياه، الشعب المتمسك بالارض، جات لنا رساله من باريس من بطل الملاكمه البطل الفلسطيني وسام ابو سل ومدربه كابتن احمد حراره، وشوفوا بيطلبوا ايه من الشعب المصري. تعال نشوف الفيديو ونرجع تاني. وسيم ابو سل في طاقه العاب الاولمبيه باريس 2024 كثير مهمه، كونه وسيم اول لاعب ملاكمه بتاهل لطاقه العاب الاولمبيه. ان شاء الله وسيم جاهز انه يعمل مباراه كثير قويه، وعندنا مواجهه مع لاعب سويدي في دور 32، ان شاء الله الفوز بيكون حليفنا، وبنتمنى التوفيق للبعثه المصريه وباقي لاعبين الدول العربيه ان شاء الله في الاولمبياد. لاعب وسيم ابو سل لاعب منتخب فلسطين الملاكمه ولاعب الاعداد الاولمبي، انا اول فلسطيني بتاهل على الاولمبياد في رياضه الملاكمه، بتمنى ان الشعب المصري كله يشجعني ومصرهم بالدنيا. ده في فيديو خاص لينا الاون تايم سبورتس وخصوصا القاهره باريس. ده اتبعت لنا من
يعني الزميل العزيز المدرب الكبير كابتن احمد حراره واحد ابطال الملاكمه طبعا الفلسطينيه. كابتن احمد حراره من الملاكمين اللي عايشين في مصر ولعب احتراف هنا في مصر، والبطل الفلسطيني ان شاء الله اللي ربنا يكرمه ويرفع علم فلسطين. وكلنا زي ما انت بتقول الشعب المصري عايزه يشجعك، كلنا بنشجعك معاك يا وسام، وان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله. مواعيد مباريات ومواجهات المصريين في اولمبياد باريس طبعا غدا او اليوم خلاص الساعه 10 وربع صباحا في الرمايه، رماس خليل ومي مجدي في تصفيات ال10 متر مسدس قنص، والساعه 10 ونص صباحا في السلاح في دور ال64 في فردي سيدات الشيش يارا الشرقاوي وساره حسني وملك حمزه ونهى هاني. الساعه 10 ونص في جمباز هتشارك جانا محمود في منافسات فردي ايقاعي، الساعه 11 صباحا منافسات السلاح في دور ال64 فردي رجال المبارزه محمد السيد محمد ياسين محمود السيد ومحمود محسن. الساعة 11 صباحا تنس الطاولة عمر عصر ضد فابيو راكوتارو في دور ال 64، كمان الساعة 11 في تنس الطاولة دينا مشرف مواجهة مع الإسبانية ماريا شياو في دور ال 64 في فرد السيدات. الساعة 12 الدور في سباحة لجين عبد الله كنت هتكون في منافسات ال 200 متر حرة في التصفيات. الساعة 12 وربع ظهرا في الرماية محمد حمدي في تصفيات العشر أمتار مسدس قنص، والساعة 12 و16 دقيقة ظهرا في الملاكمة يكون بطلنا عمر العوضي في منافسات دور ال 32 في وزن 71 كيلو جرام. عمر العوضي في دور ال 16 على ما أعتقد مش دور ال 32. الساعة 1 الظهر في التنس ميار شريف في منافسات الفردي طبعا يكون الساعة 1 وربع. تنس طاولة محمد البيلي ضد البولندي ميلوز زيميسكي وهيكون في دور ال 64. الساعة 5 كرة الطائرة الشاطئية دعاء الغباشي ومروة مجدي ضد ثنائي البرازيلي في الجولة الأولى من المجموعات. ده بالنسبة للمنافسات غدا أو اليوم، وأبطالنا إن شاء الله بإذن الله هيشرفونا. اللي احنا قلناه النهاردة هي بداية لحلم لكل الأبطال، لكل الأبطال المشاركين في الدورة الأولمبية. ولما أقول لاعب مشارك في دورة أولمبية، لما أقول لاعب مشارك في دورة أولمبية هو مش جاي من البيت، مودينه الدورة الأولمبية. التأهل للدورة الأولمبية عن طرق كتير. أول طريق أو بعض الألعاب تكون بطل القارة بتاعتك أول تاني تالت، فمعنى كده إن في ده بطل أفريقيا. الطريق التاني التصنيف العالمي الرانك، لازم تكون في التوب 10 او توب 20 او اول 20 او اول 10 تمام، او اول 30 على حسب الاتحاد وحسب التصنيف. الطريق الثالث وهو التأهل من بطولة العالم، اول 3 او اول 5 من بطولة العالم. الطريق الرابع الوايت كارد اللي بتعطى للدول اللي ما عندهاش لعيبه يشاركوا في الاولمبيات مثلا، بيدوهم وايت كارد. احنا ما بناخدش وايت كارد الحمد لله لاننا دوله ليها ثقل في الرياضه، فاحنا بنتاهل عن طريق الثلاث طرق التانيين. الثلاث طرق التانيين دول لازم يكون بطل، فما فيش عندنا لاعب بيروح الاولمبيات ما بيكونش بطل. طيب عشان في ناس كان في برضه هجمه على بعض اللاعبين يقول لك رايحين يتفسحوا. لا يا فندم مش رايحين يتفسحوا، ده بطل قارته او مصنف عالمي او مصنف على مستوى العالم في بطولة العالم، فمش رايح يتفسح، وقبل كده هو بطل مصر. طيب في ألعاب احنا أصلا ما كناش بنتأهل فيها، يعني في ألعاب احنا أصلا ما كناش كنا بعيد عنها تماما مش بنتأهل فيها، دلوقتي بدأنا نتأهل، فلما نتأهل ما نطلبش من الولاد ميدالة ذهب على طول. يعني الموضوع يتاخذ واحدة واحدة، عملية بناء لسه بنبني، وخصوصا لما يكون شاب صغير عنده 19 سنة 18 سنة أو بنت عندها 19 سنة، نقف جنبهم ونساعدهم ونساندهم. انا بتكلم لكل رواد السوشيال ميديا والجمهور حتى كمان. نفسنا نشوف ميداليات ونفسنا يعني نفرح زي ما الدول كلها بتفرح بالميداليات، ولكن بدون ان احنا ندوس على اولادنا. احنا كده بندوس على اولادنا، احنا بندبح اولادنا، فنهدى عليهم شويه. انا بقول لحضراتكم اهو ازاي تطلع الاولمبيات. انا مش جايب لعيب من بيت بطلعه اقول له تعالى اطلع اولمبيات يلا ننبسط. لا، ده بيكون بطل. تصفيات في تصفيات في تصفيات، في تعب في تعب اهل، في مصاريف، في مجهود، في ولي امر بيودي التمرين الصبح الساعه 6 وبيرجع يوديه الساعه 5. الموضوع مش سهل والله يا جماعه. في ناس كتير بتقعد تتكلم من خلف شاشات الموبايل، مش عارفين المعاناه اللي بيعانيها اللعيب ده عشان خاطر يمشي في الطابور او في
او يروح المحفل الاولمبي. مش اي حد بيروح الاولمبيات الصفوه، في كل قاره بيروح الاولمبيات. فهي دي الفكره. فرجاء رجاء وبالله عليكم ما نضغطش على اولادنا، ونقف جنبهم ونساند ونشجعهم، وخصوصا الشباب الصغيرين اللي لسه بيقولوا يا هادي لما يشوف الكلام ده مكتوب عليه على السوشيال ميديا، صدقوني يعني بيشعر باحباط، بيشعر بتعب نفسي، يقول مش هلعبها تاني او هو خلاص بقى، ما الناس عماله تدوس عليه. لا، صناعه البطل بتحتاج لسنين وسنين وسنين. ولادنا والله العظيم، والله العظيم كمان مره، ولادنا قد اي حاجه ويقدروا يعملوا كل حاجه، ولكن محتاجين التشجيع، محتاجين نشجعهم ونقول لهم شدوا حيلكم، المره دي ما جاتش، تيجي المره الجايه اتمرن احسن، خليك اقوى، وقف على رجلك علشان ترفع علم بلدك. ده اللي مطلوب، وده اللي احنا يعني دي رسالتنا في الحياه، نقف جنب ولادنا ونشجعهم. وحط نفسك مكان اللاعب ده، حط كانه اخوك، كانها اختك، لو اختك او اخوك او انت مكانه، هتسمح لحد ان هو يكتب عنه الكلام ده؟ فرجاء يعني الرحمة بأبطالنا وتشجيعهم، علشان إن شاء الله بإذن الله بإذن الله نشوفكم في حلقة جديدة مع ميداليات إن شاء الله. أترككم في رعاية الله، تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.